كنت قبل الحج في زيارة إلى اليمن، فعزمنا الشيخ عبد المجيد الزنداني على غدا وتغدينا عنده، ثم سألته قلت له: يا شيخ، أنت من أقدم من عرف في الكلام عن القرآن والعناية به والعناية بتفسيره والإعجاز العلمي في القرآن، فهل تذكر أن أحدا دخل في الإسلام بسبب آيات؟ قال: كثير. قلت: ها، أعطني. كانت المحاضرة سألقيها نفس المحاضرة في اليمن. قلت: أعطني يا شيخ حادثتين خلني يعني أزين بها محاضرتي. فقال: دعينا مرة قبل، أظن قال لي 30 أو 40 سنة، دعينا إلى مؤتمر عن الأحياء في جدة في جامعة الملك عبد العزيز. يقول: فكان من ضمن الحضور بروفيسور أمريكي، كان تلك الأيام قد اكتشف أن الذي ينقل الإحساس إلى الجسم هو الأعصاب فقط الموجودة في الجلد، وأنك إذا أزلت الجلد ذهب الإحساس، وبالتالي إذا أردت أن تخدر ما يحتاج أنك تدخل الإبرة كثير إلى العظم، فقط خدر الجلد بمسحة ويتأثر. يقول الشيخ: وبدليل أنك لما تأخذ إبرة وتغرسها في جسمك تجد أنك تشعر فقط بألم الوخز، صح ولا لا؟ وبعدين خلاص لو تحركت بالداخل ما في أعصاب تنقل. يقول: لما قال هذا الكلام رفعت يدي، قلت: يا بروفيسور. قال: نعم. قلت: هذا الكلام الذي تقوله نحن نعرفه من أكثر من 1400 سنة. قال: غير معقول، وهذا الكلام أنا اكتشفته وعندي بحوث وعندي استعمال مجاهر دقيقة وميكروسكوبات. قلت: المهم جاك العلم، هذا الكلام الذي تقوله نحن نعرفه من أكثر من 1400 سنة، وعندنا وثيقة وقرآن مكتوب بهذا الكلام. قال: إيش؟ قال: فتلوت عليه قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، يعني نشويهم على النار، الله يجيرنا وياكم والدينا والديكم من النار. يقول: سوف نصليهم نارا، كلما، شوف دقة الآية، كلما إيش حصل في الجلد؟ نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليش؟ ليذوقوا العذاب. يعني لو ما نبدل جلودهم خلاص احترق الجلد ما يذوق العذاب، لكن تنتهي الأعصاب اللي تنقل الألم نعطيهم أعصاب ثانية، أعصاب لي حتى يذوقوا العذاب. قال: ها؟ يقول: وترجمت له الآية. يقول: الرجل من شدة ما هو متعجب لما نزل، يقول: كنت أراه يسأل ممرضات فلبينيات، لأنه يبدو أن اللقاء في مستشفى أو كذا في الجامعة. يقول: فيسأل الممرضات، يقول لهم: تفسير الآية مثل ما تتكلمي عربي؟ تقول: يعني شوية. يقول: تفسير الآية مثل ما قال، صحيح كلامهم ولا غير صحيح؟ ثم قال: أعطوني الورقة هذه. قلت له: خذ المصحف كله على الله يهديك، وأعطيه المصحف المترجم. يقول: فجاءنا الرجل في السنة القادمة يحضر المؤتمر وقد دخل في الإسلام وأسلم على يده أكثر من 500 شخص بآية واحدة.